يجتمع مجلس الامن الدولي غدا الخميس للتصويت على طلب السلطه الفلسطينيه للعضويه الكامله لفلسطين في منظمه الامم المتحده. وجاء في تقرير اطلعت عليه رويترز من لجنه في مجلس الامن تنظر في الطلب انها لم تتمكن من تقديم توصيه بالاجماع بشان ما اذا كان الطلب يفي بالمعايير. حق أصيل ومطلب لم ولن تتنازل عنه وإن شغلتها مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بهذا الحق طالبت السلطة الفلسطينية منذ مطلع أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجدداً في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعليه أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة عن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه خطوة طال انتظارها، وكان ينبغي اتخاذ ذلك ليس فقط منذ عام 2011 بل منذ عام 1948. المجموعة العربية أشارت إلى مواصلة جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن على تحقيق مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولا سيما مسؤولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني. ويتزامن موعد مناقشة عضوية فلسطين مع اجتماع مقرر لمجلس الأمن بحضور وزراء خارجية عدد من الدول العربية لمناقشة الوضع في غزة، وتأمل فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى، وبحسب لجنة في مجلس الأمن تنظر في الطلب فإنها لم تتمكن من تقديم توصية بالاجماع بشأن ما اذا كان الطلب يفي بالمعايير او ينقصه ذريعة تساهم على رفضه مجددا